طيب، يمكن النهارده او حالا كمان اداره النادي الاهلي، ده في شان مختلف شويه بس مهم وعاجل برضه. اداره النادي الاهلي بترسل خطاب مهم الى الاتحاد المصري لكره اليد. ارسلت اداره النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكره اليد تؤكد فيه رفضها استكمال مباريات الدوري والكاس لموسم 2019-2020 بقوائم العام الماضي، لأنه قرار يخالف المنطق قبل أن يخالف الأعراف واللوائح المحلية والدولية، بل ويتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة. جاء في حيثيات رفض إدارة النادي لقرار اتحاد اليد العديد من النقاط الرئيسية بيجملها بيان النادي الأهلي فيما يلي. 1- سبق أن أعلن اتحاد اليد في اجتماعه مع ممثلي الأندية الموسم الماضي إبان أزمة كورونا عن عدم استكمال مسابقات الموسم، وكان ممثل النادي الأهلي الوحيد في ذات الاجتماع الذي طالب بالتأكيد على رفض ناديه لإلغاء المسابقات وضرورة استكمال بطولتي الدوري والكأس. 2- قام اتحاد كرة اليد بتعديل موقفه خلال اجتماعه مع ممثلي أندية دوري المحترفين الذي جرى يوم الأربعاء 16/9/2020 بمجمع حمام السباحة باستاد القاهرة، وأعلن أنه سوف يستكمل مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة مثلما جرى في كل الاتحادات الرياضية التي قامت باستكمال مباريات الموسم الماضي في مواعيد لاحقة بموعد فتح القيد للموسم الجديد. 3- عاد اتحاد اليد وأعلن أنه قرر استكمال مسابقات موسم 19/20 بقوائم الموسم الماضي لأسباب لا يزال يحتفظ بها لنفسه. وقام النادي الأهلي بالرد على اتحاد اليد في خطاب يوم 19/11/2020 سرد فيه أسباب رفضه لهذا القرار الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، ولم يتلقى الأهلي أي رد حتى الآن من الاتحاد. 4- اللعب بقوائم الموسم الماضي بعدما خلت قوائم الأندية الحالية من العديد من اللاعبين الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي سواء بالبيع أو بالإعارة أو الاستغناء يخالف كل اللوائح، خاصة أن هناك موسما جديدا بدأ بشروط جديدة وجرى قيد وتسجيل لاعبين جدد في كل الأندية، والنادي الأهلي مثلا فقد أكثر من 7 لاعبين من قائمة الموسم الماضي وقام بقيد 6 لاعبين آخرين. اللعب بقوائم الموسم الماضي 19/20 يعني أن كل ناد سوف يترك لاعبيه الذين تعاقد معهم في بداية هذا الموسم ليعودوا إلى أنديتهم السابقة بشكل مؤقت لاستكمال مباريات الموسم الماضي، ثم يعودوا إلى ناديهم الحالي مرة أخرى. هل ده منطق؟ يتساءل البيان. وما الآلية التي تلزم الأندية بترك لاعبيها للعودة إلى أنديتها السابقة؟ وكيف لنادي مثل الأهلي أن يستعيد لاعبيه السابقين ومنهم الأجانب الذين كانوا مقيدين الموسم الماضي وانتقلوا لأندية أخرى في دول أخرى؟ وهل أنديتهم التي لا تتبع الاتحاد المصري لكرة اليد سوف تسمح لهم بذلك؟ وماذا لو كان هؤلاء اللاعبون الذين كانوا مقيدين في الموسم الماضي مرتبطين بمباريات رسمية مع أنديتهم الحالية خارج البلاد وقت الحاجة إليهم؟ وماذا لو تعرض لاعب لإصابة خطيرة أو عقوبة كبيرة عند عودته إلى ناديه السابق بشكل مؤقت؟ بيضيف بيان الأهلي: المنظومة الفنية الخاصة بإدارة نشاط الاتحاد المصري لكرة اليد لموسم 2020 لم يأتي ضمن بنودها الرئيسية أو الفرعية ما يفيد قيام اتحاد اليد باستكمال مسابقات الموسم المنصرم 19/20 سواء بقوائم الموسم الماضي أو الحالي، كما لم تتضمن ذات المنظومة الفنية السماح من جانب اتحاد اليد للأندية باستعادة لاعبيها الذين كانوا مقيدين لديها الموسم الماضي لاستكمال مسابقات الموسم الحالي. وجاء في ختام خطاب الاتحاد الترحيب باستكمال مباريات الموسم الماضي بالقوائم الجديدة وبالشكل الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، ويحتفظ النادي بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كل الجهات المعنية للحفاظ على حقوقه الفنية والأدبية. شوف، اللي عايز يتمعن هيلاقي كل الأسئلة المنطقية والردود المنطقية عليها في هذا البيان
اللي دقيق جدا، اللي نرجو اتحاد كرة اليد يرد على كل كلمة فيه. احنا يعني كنا متفقين ما نتعرضش لما يحدث داخل أروقة الاتحاد، أسرة كرة اليد المصرية. أي لكن البعض يريد أن يأخذ المشكلة التي حدثت لرئيس الاتحاد في سياق إنها مسألة. لا يا أستاذ إبراهيم معلش، خلينا في بيان الأهلي. لا يا أستاذ إبراهيم ما حكوش فيها. اتفضل أستاذ إبراهيم. اتفضل احنا هنتكلم على الموضوع ده. اتفضل. ما هو احنا رافضين الرب بين ان اقحام النادي الاهلي في المشكله علشان الموضوع ده الاهلي مش موافق عليه. لا اطلاقا. الاهلي لدي الاهلي لما اتقال هنلغي المسابقه السنه اللي فاتت النادي الوحيد اللي قال لا عايزين نكمل، صح ولا غلط؟ ايوه. اذا النادي الاهلي السنه اللي فاتت ما كانش يعني في احسن حالاته، مش كده؟ أيوة. ولكن كان يرغب في ان الموسم يمشي بشكل طبيعي تخوفا من الدربكه اللي بتحصل دلوقتي. طيب انت دلوقتي عملت اجتماعيه قلت هلعب الموسم اللي فات بالقوائم الجديده، قلنا لك زي بعض. اوكي. رجعت تاني دلوقتي فجاه بتقول لا الموسم اللي فات بالقوائم القديمه. وهذا السرد اللي بيقول لك استحاله انك تلعب بالقوام القديم، اللهم إلا إذا كان اتحاد كرة اليد يرى أن الأهلي اللي هو الحقيقة هي البطولة هتنحصر بين الأهلي وبين الزمالك، فرص الزمالك أكتر بالقياس لوضعه في الموسم الماضي. لكن أنت كده عايز تلعبني بقى، ربما أن الإجابة على كل التحفظات يقولك خلاص أنت لعيبة مش عندك يلعب بالباقي، العب هل هذا منطقي؟ ابقى ماشي سبع لعيبه، النادي الاهلي يلعب من غير سبع لعيبه مشت، وعلى فكره بعضهم راح للنادي المنافس. او يروح لاي حته. انا بكلمك يعني انت شوف الدربكه. وليه؟ ليه كل ده؟ ليه ما وافقتش على استكمال المسابقه؟ ليه ما وافقتش في الاول على نلعب بالقوائم الجديده؟ ليه دلوقتي عايز تبتكر حاجه غريبه جدا غير مسبوقه؟ وتدخلها في مشكلة أكبر عشان تعديها. خلي المشكلة الكبيرة دي مش بتاعتنا وليس لنا أن نعلق فيها، لأن أنت لا عندك أسرارها ولا يحق لك الحديث فيها. دي مسألة أكبر من أن احنا نناقشها، لكن احنا نناقش الدربكة اللي أنت عايز تصدرها للمسابقة ولكرة اليد اللي بتعيش لحظات جيدة. ليه عايزين نعمل فيها هذه التوترات؟ طيب هنا هذا البيان المطول زي ما المهندس عدلي فصصه لكم. الاهلي يا اتحاد اليد، الاهلي اول قعده قال لك الدوري يرجع والمسابقات ترجع، برغم ان الزمالك كان هو المتقدم وكان اقرب للتتويج، بس الاهلي وقتها نفس المبدا اللي كان بيطالب فيه كره القدم وفي كل الالعاب، عوده النشاط، رفضته. وبعد لما وافقته قلته هنلعب بقوائم الموسم الجديد، وده المنطقي. الاهلي خرج منه سبع لعيبه، البيان بيقول له يا عم اللعيبه دول منهم ناس اجانب سافرت بلادها، منهم ناس انتقلت لانديه اخرى، عندك اليه تخليني العب؟ بتقول لي الجداد اللي انت جبتهم السته ما يلعبوش، طب السته ما يلعبوش، طب السبعه اللي خرجوا تملك تجيبهم لي؟ لاعب راح نادي الزمالك او راح لاي نادي اقول له لا، عطل نفسك وتعالى، هنرجع عقارب الزمن لورا لمده كام شهر، انت دلوقتي لعيب لسه في النادي الاهلي. وده يحصل ازاي؟ على فكره عمليا والاليه بتاعته يحصل ازاي؟ لو اللعيب مصاب انت هتجيبه منين؟ لو اللعيب معاقب في نادي بره وممنوع انه يلعب تملك ترفع عنه العقاب انت ازاي؟ ايه اللخبطيطه اللي انتوا فرضينها ديت؟ انت عندك حلين ثلاثه. المنطقي في ظل الظرف الاستثنائي الحالي ان المسابقه تستكمل باللعيبه الجداد، الاهلي هيستفيد من لعيبته الجداد والزمالك هيستفيد من لعيبته الجداد والبقيه الانديه المنافسه في المباراتين اللي باقيين لكل فريق هيستفيدوا باللعيبه الجديده. ده الوضع الاستثنائي اللي حاصل من الجائحه. ده مش هينفع، وانت هيبقى صعب عليك ان انت توافق ان الاهلي يلعب بالجداد. المسابقه هتنتهي او هتلغى كما الغيت بعض كده. المسابقات في العالم انك تبقى في مسابقه لعبت تقريبا نصها وبتستكمل المسابقه السابقه، يعني المناخ ازاي والتركيز ازاي والاهداف تتوتر ازاي؟ اذا كانت المساله مساله
ترتيبه واهداء بطولات، اعمل اللي انت عايزه بعيدا عن هذا الحال. بالظبط، اعتمد يا اخي. لكن الاهلي بيقول لك انا محتفظ بحقي الادبي والقانوني والرياضي والمنطقي، لانه اللي حصل ده فعلا ما حدش يملكه ابدا، الا لو انت مصمم توجه البطولات في اتجاه معين، هذا شأنك وليحتفظ الاهلي بحقه.